يعني بتمنى أي ضابط بكرة يجي يقعد بدالي خليني أروح على بيتي. أنا مكفيني 3 سنين وأنا متأكد كل قادة الكتب أنا قعدت معهم كلياتهم نفس الكلام، كلياتنا قلنا له العقيد سمير رجع بخير وسلامة، قلنا له كلمتين، قلنا له أبو نواف إذا بتلاقينا نقيب ضابط كذا الأمور هاي الضباط جيب معك. طب أنا مفروض علي أني أحمل السلاح وجاهد تجاه رب العالمين وعم بأدي واجب، الجهاد فرض عيني على كل مسلم ومسلم، أظل اللي بنظروا بصيروا يناجدوا ويتحدثوا بالدين وقطف الرؤوس وما بعرف شو. طيب أنت مش مفروض عليك حمل السلاح؟ أنا مفروض علي حمل السلاح، أنت ما مفروض عليك أنك تقعد بالخيمة أو بالمخيم وتقضب لي جالكسي وما بعرف شو وتقعد تقول قطف الرؤوس وقطف ما بعرف شو وسنقتل وسنقبع وأشلاء وما أشلاء؟ إن شاء الله الكلام كلام الصح بدور أن الناس كلها لازم تكون تؤدي واجبها تجاه رب العالمين تحمل السلاح، ضباط وغير ضباط، الشباب لازم تنزل، الضباط لازم تنزل، تعالوا أدوا واجبكم أحسن ما أنتوا قاعدين بتقولوا عن الحرامية وفلان اغتصب وفلان اخذ وفلان سرق وفلان كذا. اكبر حرامي طلع عندنا مش جيش حر، اكبر حرامي مسكوه طلع مش جيش حر، وانت بتعرف مسكوه ابن عمه، واللي مسكوه كمان مو جيش حر، اللي مسكوه واللي مسكوه كمان مش جيش حر لا وهاجموه كمان نفس الوقت، يعني انه من فصيل اسلامي طبعا. من فصيل اسلامي ومن نفس الوقت كمان هاجموه. حنشوف المشكلة انه الناس لازم تتفهم وتدرك امر انه لازم تتوجه باتجاه امر واحد، تفرقة مش مليحة، احنا عم نقاتل النظام والامر مستمر، يعني مش راح ينتهي بسنة بسنتين يمكن بثلاث، مش راح ينتهي، فنحن عم نواجه نظام قوي مؤسس، هذا النظام خبيث عارف يزرع مثل ما بقولوا رجال بكل مكان، لازم نكون احنا اوعى. بالنسبة للجيش الحر هون اللي موجود بالشيخ مسكين، نصيحة مني يا شباب كلياتكم، والله أني يعني دائما بنصح أي لحظة نقتل، يعني أنا بكون قاعد إياك يمكن أسعى أو تفقدني أو أفقدك، تتقوا رب العالمين، تخافوا رب العالمين ويلتزموا، يحافظوا اللي ملتزم ملتزم، يحافظ على التزامه ويثبته ويقوي، واللي مش ملتزم يلتزم، لأنه أنتوا شفتوا شلون دفننا رفقاتكم، كل واحد فيكم كان يجي يقعد على الدفن مثل ما بقول يعني يزعل على رفيقه ويبكي رفيقه وكذا الأمور، يزعل على الفراق، يعني الواحد يزعل على الفراق ما يزعل على الشهادة بالعكس. نأمل رب العالمين أن يسدد الناس اللي أهمالنا في البلد ويسددنا إحنا بنفس الوقت الصراحة الناس وصراحة الأمة إن شاء الله رب العالمين. ولكن شوف أي شيء إذا ما كان له قواعد، قواعده كانت قوية وأساسية لا يمكن ينجح، وإحنا هون بالشيخ مسكين لازم يكون في عندنا قاعدة قوية نبني عليها كل شيء، يعني إحنا بعدنا من أرض معركة، يعني واحد يعني بتتفرج أنت أكيد أنت إعلامي بتعرف المقاطع الفيديو بتشوف، احنا الاشتباك مع الجيش من حيطان، حيطان بيناتنا بيوت حيط حيطين ثلاث بس مش اكثر من هيك، فلهيك الواحد لازم يفكر انه احنا لما بدنا نمشي بارض محرره بارض معركه لا تعتبر الشيخ مسكين الان مدينه مثل مدينه داعش، ان شاء الله يا رب الله بكرمنا ان شاء الله يا رب ونتحرر، تتحرر الشيخ مسكين تنعم المحاكم وتحاسب المسيء كما بقوله، هذا أملنا بالله، ولكن الآن إحنا بأرض معركة، لا تروح لي تترك الأساس تروح على الفروع، أرض معركة تفضل تشيل باروتك أو تشيل باروت، إذا أنا مش عاجبك أنا مش هدفي إني أعجبك، أنا هدفي إني أجي أدي واجبي تجاه رب العالمين، أنا مش قلت لك أنا قلت لك أنا قبل شوي بالنسبة لموضوع السندباد أنا مش نادم عليه، بالنسبة لأي موضوع ثاني أنا قمت فيه أنا شخصيا مناف عرفت شلون واتخذت قرار فيه بإجماع الجيش الحر أنا مش نادم، لأنه إحنا ماشيين على شغلة واحدة الإسلام حلالنا وحرام،
الحلال واضح والحرام واضح. قال تركتكم حجة بيضاء فإحنا بالنهاية نمر من رب العالمين إنه وفقنا وسددنا وكثرنا نصرة لدين الإسلام فقط.